صباح الخير. صباح النور يا احلى حب. كنت اريد اخبرك من وقت بس قلت اخاف نايمه. انا قعدت من 6 الصبح ما انام مثلك الثمانية والتسعة يا استاذ. احنا نجي من وقت للشغل. باو شلون تحكي ويا محمود؟ تحكي بصوت عالي بس حتى انا اسمع واعصب. ليش اللي هسه بهالسالفة انتي؟ انسي عاد. وينك عمري؟ بالبيت. وين راح اكون يعني؟ وانا رايح للمكتب اذا تردين اجي اخذك قريب علي تشاني. انا كنت بالبيت هسه طلعت. يا ريت لو مخابر قبل 10 دقائق. صار عندي شغل شويه. انت روح اذا تريد انا اجي بعدين. تمام شو اسوي لعد؟ نشاوف بالمكتب لا تاخرين بس لان مشتاق لك. انا هم كلش مشتاقه لك حياتي. مشتاقت لك حبيبي. انتي من صدق مو زينة. روح الدكتور نفسي شي. سكتي ليج. انا اعرف شو اسوي بيج دلال. راح اشوفين. تفضلي مها اشتردين. محمود لازم نتشاوف اكو شي مهم. مها باعي ما اريد نتشاوف وما اريد ازعلجهم. الله يخليش لا تخابريني بعد. محمود انت ما تفتهم دا اقول لك كلش مهم. مهم مو اوكفي. انا اقول لك الباب باقي مفتوح واكيد فايت حرامي على البيت واني اجي ركب وانت تخليني اشرب واسكر وتوقعين بفخ الزواج. عباك هالقد انا غبي مو؟ محمود اني ما داعزمك على البيت. انا بالشغل. تجي نحكي 5 دقائق وتروح. توعديني إذا أجي ما تخابرين مرت اللخ؟ وعد محمود. تعال خل نحكي بهالموضوع وخلص وبعد ما نتشاوف أحلف لك بعد لا أخابرك ولا شي. أصلاً أنا رايحة من هنا. تمام جاي انطيني العنوان. تمام إيه أعرفه. تمام أنتظرك. انتي افتري هيك افتري سدلال. خلني نشوف من حبيبك محمود يشوفك بالصحافة ويعرف شغلك الحقيقي ايش راح يسوي.